الدور ديالي في الفيلم كيف ما العنوان ديال الفيلم كيقول مطلقة الدار البيضاء هو واحد السيدة اللي اون كور دو ديفورس وعندها مشاكل مع الزوج ديالها، والمشكل ديال سميرة ماشي بحال المشكل ديال لي زوتر كاركتر اللي كاينين في الفيلم. المشكل سميرة هو مشكل مادي بكثرة ما هو مشكل يعني ديال هي بغات الدار، هو بغات الدار، انا اللي خلصت هذه، انت اللي خلصتي هذا، وفي هذا الشيء كيكون عندنا في الواقع وكيعيشوا بزاف ديال السيدات، ودور زوين وكنتمنى ان شاء الله ان الناس يعجبهم. هو الصبر، بزاف ديال الصبر، حيت الواحد ما عمره ما كيلقى داك الشيء اللي بغاه 100%. الصبر ونصبروا الا كان بلا ما داك الصبر اللي كيدبر عاوتاني، يعني الحدود، الا قدرنا نصلحوا شي حاجه نصلحوها، قدرنا نصبروا على ود الوليدات هو هذاك. الا وصلنا لواحد الاسره اللي فيها بزاف ديال المشاكل وغيكبروا فيها وليدات معقدين كيعيشوا في الصداع والمشاكل، فإلا كان ما كاينش شي حل الطلاق يكون طلاق اتفاقي ودي، وكل واحد كيف ما تلاقى خوت يتفارقوا خوت. مزيانه، فكره زوينه. وانا تنقول بغيت شي حاجه اللي تكون في صالح الوليدات، حيت المراه غادي تمشي تعاود حياتها والراجل غادي يعاود حياته، ويعني كنتمنى انه يكونوا هاد النصوص اللي جايين كيشوفوا حتى الوليدات حتى هما نفكروا فيهم بزاف. شكرا لك.